السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم هاد الرسمه هذه. غنوريكم الطريقه كيفاش ترسموها على الثوب. خديت بابي كربون في هذا اللون، كيكون في اللوان، كيكون في الصفر، كيكون في الاورانج، اللون اللي بغيتو. غنرسموا الرسمه على الثوب. اولا عاد فاش نطردوها خليكم معايا. اول حاجه كنحطوا الثوب اللي غادي نرسموا عليه، من بعد كنحطوا البابي كربون وكنحطوا الرسمه ديالنا من الفوق وكنبداو نتراسيو فيها. نبداو نتراسيو فيها حاجه بحاجه، كنتراسيوها كلها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. باش من بعد غادي نخدموها بالطرز الرباطي بالصم. كنمشيو معاها ورقة بورقة، رشمة برشمة حتى الاخر. انا هادي فيت مني خدمتها كيف ما كتشوفوا مطراسية باللون الاحمر، دابا كنعاود باللون الزرق باش ما يتغلطش ليا اللي باقي ما مرشومش. كناخدو الخيط ديال الصم كنديروه على ربعة كيف ما كتشوفوا وكنعقدوه من التحت، كنعقدو واحد العقده من التحت وكنبداو نتراسيو هادشي اللي تراسينا. كنبداو نرسمو عليه، نبداو باول، نبداو من هنا، نبداو من هنا من الجنب، نديرو هادي هي اول وحده. كندخلو الابره، ندخلها في الجهة الأخرى، كنجرو الخيط ديالنا مزيان بحال هكا. كنبقاو غاديين على طول الرشمه اللي رشمنا. الطرز ديال الصم ديال الرباطي بالصم يفضل انه يجي في توب ديال المبره. كنمشيو على طول الرشمة، ديما كندخلو البرا، كنحاولو نديرو طرزات متقاربين باش كتجي طرزة عامرة بحال هكا. ديما كنقاربو الضربات عند آخر مرة دخلنا وكنمشيو.
كنمشيو على طول الطرزه ديالنا بنفس الطريقه. شفتوا ان الطرز ديال الرسم كيجي محبوك مزيان وكيجي لاصق ماشي بحال الطرز ديال الحرير. كيجي متقون على طول طرزة. ديما كنحاولو نقادو الخيط ديالنا ونمشيو على طول الطرزة. كما كتشوفوا راه بنفس الطريقه كنمشيو على طول هاد الورقه اللي رسمنا، على هاد الخط اللي رسمنا كنمشيو بنفس الطريقه. خليكم معايا نكمل هاد الخط ونرجع نوريكم كيفاش ديروا هاد الوريقات اللي هنايا وهاد الورده. من بعد ما كملنا هادي غادي نوريكم كيفاش ديروا هاد الوريقه. كما كتشوفوا كندخلوا ليبره من هنا من المركز ديال الورقه وكنمشوا حتى للراس ديال هنا. كنديروا اول خط بحال هكا، كنبداو نرجعو ديما نحاولو نرجعو للمركز هنا. هذه الجهة الأولى ديما نحاولو نعمرو. نمشي بنفس الطريقة ندير حتى الجهة الأخرى. هادي الورقة الأولى ديالنا كتجي على شكل وريقة
كنمشيو مع طول الورقة. كنتينا وريق على هاد الشكل وفي الاخر بقات لكم شي حاجه بحال كيف ما بقات لي انا هنا، كتعمروها بحال هكا وكترجعوا للمركز وكتجي على هاد الشكل. وبعد ما درنا هادي ودرنا هاد الوريقه غادي نوريكم كيفاش ترسموا هاد الورده اللي الوسط. كيف ما كتشوفوا هاد الورده اللي الوسط كنبداو من هنا من الاخر ديالها وكنبداو نعمرو. نبداو نعمر على طول الرشمه اللي حنا راشمين. ديما نحاول داك اللون اللي انا مطراسيه بيه نخليه لداخل باش ما يبانش ليا العيب في القفطان ولا الجلابه ديالي. ديما اللون يبقى لداخل بحال هكا. هاد الطرطة تقدرو ديروها حتى بالحرير ولا بالخيط ديال الجرارة. كاين واحد الخيط ديال الجرارة ديال الرباطي خاص بالرباطي. كما كتشوفوا كنمشيو مع الرشمه على طول بنفس الطريقه كندخلو وكنخرجو وديما كنخليو الستيلو او الرشمه ديالنا لداخل باش ما يبانش لينا العيب. ديما كنجربو باش ما يبقاش عندنا شي عيب. كنمشيو كنمشيو بحال هكا ملي كنشوفو ان هنا باقي لينا اكثر من هنا كنحاولو هنا نديرو ضربات متقاربين وهنا نبعدو شويه. ديما انا غادي نرجع قريب ديما بنفس الطريقة. نحاول هنايا نقرب نمشي بنفس الطريقة
ملي كان هنا كنقارب الضربه هنا عندي ضربه صغيره كنبدا نطلع كما كتشوفوا معايا. الخيط قريب يكمل ليا غادي ندخله وندير خيط اخر حيت نتخبل ليا واحد شويه غادي ندخلو وندير خيط اخر. خليكم انا غادي نرجع لكم من بعد من بدل الخيط. كنمشيو بنفس الطريقه وحنا غاديين كنعمروا الرشمه ديالنا بحال هكا كتمشي على طول على طول الرشمة. ديما كنبقاو ندخلو ليبرة ونخرجوها بنفس الطريق. هنايا كنحاولو نقربو الضربات هنا كنحاولو نبعدهم. وغادي بنفس الطريقة حتى نكملو الوردة ديالنا. نفس الطريقة على طول عاوتاني سالا ليا الخيط. غادي ندير خيط جديد ونرجع نكمل معكم هاد الوردة باش نوريكم كيفاش ديروا هاد النقيطات. كنبقاو غادي بنفس الطريقة حتى نكملوها نكملو هاد الطرزة ديالنا. ديما هنا كندخلو الخيط قريب وهنا كنبعدو شوية. كما كتشوفوا معايا كتجي طرجة زوينة خصوصا كان التوب ديال المبرة. نمشي بنفس الطريقة كعدنا حد ضريبة هنا يا خاوية نحاول نعمروها مخلاش خاوية. كما كتشوفوا كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الطرزه هاد الوريضه.
خليكم معايا غادي نوريكم كيفاش تخدموا هاد النقيطات اللي كيكونوا هنا الفوق. اما ما تبقى راه بنفس الطريقه كنعمروا هاد الورده كيف ما عمرنا هذيك كيف ما وريتكم، هادو كيف ما عمرنا هذه كلهم بنفس الطريقه. بقاو لينا غير هاد النقيطات نوريكم كيفاش غادي ديروا ليهم.